ابنا قديش باش نسكتوا، خاطر الحقيقه انا نحب نحيي كل بو يوصل صغار وصبيح وبنيته بالتحديد، وكي هبطهم ولا كي وصلهم وكسوا في الكرهبه في التران في مترو في اي بو امبورت في بلاصه، يقول لهم يبدا معناتها يشجع فيهم بالكلام، واللي ما تخافوش كلمه ما تخافوش هذيك انا نتذكر قبل باي وصلني للمكتب معناتها ثنية كاملة على ساقينا، يقول لي اسمع ما تخلي حتى حد يفك لك حاجتك وما تخافش وعارك على روحك، خاطر احنا نخافوا كان انا نعمل عمله ولا نعارك على حاجتي تو بعد يشكيو بينا الوالدين ويقولوا لنا كيفاش. الوغ كو ساعات تلقى دي بابا بالحق برافو ليهم الكل ونحييهم الكل اللي كي يوصلوا صغيرتهم يبداو الصباح هذاك يوظفوا في دي ميساج بوزيتيف لبناتهم، وهذا مهم على الاخر، من بعد تلقى حتى في شخصيه صغيره هذاك كي يكبر من بعد الوقتيش انا بنسكت ونقعد وخايفين وكي حد يعمل لي ليه ما تمسش وما تحكيش وما تفضحش وبخيتو باش يلومك انت، الوقتيش نقعدوا في البابل هذيك. نظن اللي قاعدين نشوفوا فيه يمكن الحاجه الباهيه اللي لي ريزو سوسيو ينجموا يعاونونا فيه، على قد ما ينجموا يكونوا توكسيك ساعات، على قد ما يكونوا اوتي نجموا نعاودوا نستغلوها. ممكن قبل كنا نقولوا اللي البلوغينغ واللي لي ريزو سوسيو كان عندهم دور كبير في الابرايزنج في تونس في الثوره، اما في نفس الوقت زاد ما عادش نشوفوا في الدور هذاك. توا جو بونس اللي جاء الدور نتاع لي ريزو سوسيو، جاء الدور نتاعنا نحنا كمجتمع مدني باش نعاونوا العباد باش نوصلوا فكره انه تنجم تكون اونلاين وتنجم تكمل وتتكلم على روحك وكل شيء، ما تخافش راك ماكش وحدك. دايوغ هذايا كان انا فينمو عملناه وقت المبادره ولا بلوتو المؤتدى المنتدى نتاع المساواه بين المساواه الجندريه، خلينا نقولوا مش بين الجنسين خاطر الترجمه الحرفيه الجندريه اللي صار في تونس. كنا حكينا على ماكش وحدك وحكينا على نساء اللي تعرضوا للهرسله والعنف الرقمي، لكن ما وقفتش الحكايه في الفضاء الرقمي، خرجت لبرا، خرجت للسباس فيزيك للسباس غيال وين ما يلقاو روحهم في خطر. وهوني كيف ما تقولوا كوكو ليلى بن مهني اللي هي نورمالمون ثروه قوميه المراه هذيك، لكن في برشا حاجات ما نقفوش معاها. حاجة أخرى زادة اللي الوقتاش باش نسكتوا، علاش باش نسكتوا كي واحد يتعدى علينا؟ لازمنا نعرفوا حاجة في تونس اللي الاسباس بيرسونيل ولا المجال الشخصي متاعنا مغيب تماما، للنساء وللرجال أوفيت، خاطر إذا كان راجل باش يتعرض للتحرش الجنسي مثلا في الكار نظن ماهوش باش يسكت، فمش علاش المرأة تسكت. في أغلب الأحيان النساء تتكلم، ويمكن هذايا درس الأولاني اللي تقال لي أنا من عند أمي وأنا ماشية نقرا في الكوليج، خرجت من المكتب في هذه ما تسكتش. قبل شنو كنا نعملو ها شنو كنا نعملو كيف نطلعوا في الكار، شنو وسائل الدفاع اللي تنجم تكون حاجات تافهه راهو، ما نسكتوش على حقنا. وهوني التربية متاع الوالدين عندها دور كبير، إذا كان الوالدين ما عندهمش وقت لصغارهم مشكلة كبيرة، إذا كان يعديوا الوقت على لي ريزو سوسيو ولا يعديوا الوقت في برشا حاجات أخرى ما يعديوهوش مع صغارهم مشكلة، على خاطر الحاجة معناها بارتي كبيرة ياسر في الشخصية بتاعي تكونت من التربية متاعي. وكيف كيما تقول أنت معناها الكلام ونحن صغار عنده تأثير كبير، ما تسلمش في حقك كلمه معناها ديما تتقال لي وانا صغيره وانت وقتها ما تفهميش، تقول لك عاد ما تسلمش في حقك، خاطر بالنسبه لك انت فهميش فكره ليش كومش يفك لك حاجتك، شنو هو الحق مفهوم الحق شنو هو. اما نعرف اللي لازمني فما حاجه نتاعي ما لازمنيش نسلم فيها، فما المجال الشخصي ما لازمش حتى حد يتعدى عليه، فما برشا حاجات ده ميكانيزم. فما زاد التشجيع كي تعرف واللي قلته انت ساره مهم ياسر، اللي الوالدين كي يقفوا مع اولادهم معناها كي يجي انت كيف باش تدافع على حقك ويجي بعد بوك انت في المكتب ولا في الليسي ولا اللي هو ما يقفش معاك، مشكله كبيره زاده هذايا. بناء الثقه ما بينات الوالدين والصغار عندها دور كبير. هوني زاده نحب نرجع شويه للتنمر الرقمي اللي هي ظاهره عمالك تكبر في تونس، كيفاش نجموا نرجعوها نخليو الصغار عندهم ثقه في والديهم باش يحكيو باش معناها باش نحاربوا البيدوفيليا والتنمر الرقمي وغيره، معناها باش يجيك يحكي الام ولا البوه يفهموه مش يتلفتوا يعطيوه تريحه ولا ما يسمعوهش اصلا. صحيح معناها التربيه ولكن الحلول السهله انحي عليا ديزاكتيفي، فهمت نحي عليا مش لازم الباب اللي يجيك منه صحيح. وتحيه لكل ام بالحق وكل بو
اللي واقف ورا صغيره واللي هو معناتها مش ساكت على حقه. خاطر راهو ساعات يصيروا دي سيتواسيون هكا سورتو للصغار، فما دو شوا، فما معناتها حتى الوالدين الواعيين المثقفين يخافوا ويسكتوا، خاطر يخافوا من غزره المجتمع عليهم هما ولصغيرهم، يقول لك ليه خليه يسكت وتو يكبر وينسى. فماش حاجه تتنسي، اي حاجه راهي صارت لك ورجعتك باش تقعد ديما توجعك وما تنساهاش مادامك ما حليتهاش الحكايه هذيك وما حكيتش فيها وما عالجتهاش. هكا العقليه اللي بالوقت تتعدم، فماش بالوقت تتعدم. أنت نتصور هذه أم ميساج لي بارون الكل، سورتو سمعنا برشا حسيت معناتها في المدارس في جوامع في بارتو، معناتها راهو الكوميونيكاسيون مع صغيرك واللي انت تحسس صغيرك اللي انت مهما باش يعمل راك باش تحميه مهم على الاخر هكا لو ليان. ويعطيك حق، يعطيك صحه امنه بالحق، كيفاش نحن نعديو الوقت مع صغيراتنا، خاطر توا ولينا لا ماجوريتي حتى قاعدين في قهوه ولا في ريستوران كل واحد شاد التليفون، وهذه حاجه مخطره راهي، خاطر قاعده تدمغج في العباد على اساس هو ذاك العادي والطبيعي اللي انت كتعدي وقت عائله هكاك، الوغ كو ما ينجمش يكون هكاك.